مساء الخير بنات، شو اخباركم؟ طبعا انا وايد مستانسه ان انجلت واخيرا دخلت في بوتيكات، لاني وايد وايد اعشق هالبراند. واذا لاحظتوا شنطه الميك اب عندي دائما لما اصورها تشوفوا البيك من شادو، كل اللي استخدمه من انجلت، وحتى الجليترات كلها من انجلت. فوايد مستانسه مثل ما قلت لكم، واخترت لكم بعض الاشياء المهمه اللي دائما انا استخدمها لي ولعرايسي. تمام، من اهم الاشياء الجل لاينر من انجلت، طبعا معروف ان سواده وايد قوي ووتر بروف. البنات اللي يدمعون انصحهم فيه، خاصه حق المدمع وايد وايد حلو. بس اهم شيء بنات تحافظون عليه القصدير هذا ما تشلونه، وكل ما تستخدمون تسكرونه شيء. بس في حال نشف عندكم الجل، عندكم الدروبس هذا بعد من انجلت، هذا تحطينه في الجل ويسهل عليك الدمج. تمام، ورسم الايلاينر اللي احبه في انجلوت البيجمنت شادو من عندهم، طبعا تقدرون تستخدمونهم حتى لو ما تبون تحطون جليتر، لان ما شاء الله البيجمنت روحه يلمع. واخترت لكم هاي درجتين 119 و85، وبخبركم طريقة استخدامهم. شوفوا بنات، هذا هو بيجمنت شادو. تمام، الحين بخبركم طريقتين لاستخدامه. اولا الاصبع اذا بتحطونه وتشوفون ان البيجمنت شوي، طبعا لازم الاصبع. ليش؟ لانه يطلع اللون قوي، بس في حال فرشه شعر اللون ما يطلع مثل ما هو بنات، ويتكتل. شوفوا كيف. الطريقه الثانيه انكم تجيبون فرشه سيليكون بعد الفرشه اللي استخدمها من انجلوت، هاي هي رقمها 45S. اوكي، ترشون فيكس بلاس هني، يعني تحطون كميه من البيجمنت شادو، وعقب تحطون بفرشة سيليكون تدمجون شي، وتحطون على العين. اللي احبه في شادوات انجلوت ان الوانها دايما تكون مختلفة عن باقي البراندات، يعني مثلا هاللون وايد غريب بس احس بيطلع وايد حلو مع الاسموكي. انا جربت ارسم على ايدي، اوكي لنفرض ان انا الحين مسوي الميك اب سموكي، بحط هاللون تاتش. شوفوا كيف يصير لونه وايد حلو. الحين بنات باخذ جل لاينر بفرشة انجلوت للايلاينر، اوكي، وبرسم الايلاينر كامل. شوفوا بنات جمال اللون، مع انه كان غريب لكن مع السموك طلع وايد حلو. وعلى فكرة ترى اللمعة من البيجمنت نفسه.